الله هو اكيد ناقش الوقت الفجر ده ما يجيليش يقول لي عايز فلوس. يابا ايوه ولد الخيار، انا خدت 20 جنيه من امي وراح نحلب. والله بروحي احنا قالت ما هتحاجة؟ تعوجش، بس لا ما تحكيش في بنات الناس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بينفع الكلام ده يا ابو محمد؟ ايه يا حاج خير. لا بينفع، الواد جاي عكس البيت. وعكس المقال راح احرق الواد، والله الواد مدلدل العود. قالت لي ولد اسلام كان معدي وحالق شغل، قلت يا حسن مش عارف ايه ده، بينفع الكلام دي؟ لا بسهوله لما اجي انا حكسر لك راسه. طبعا انا رديت لك المره دي، بس المره الجايه انا تتلوه. خلاص ماشي يا حاج، روح. اما تشوف الكلب ده بالواد يدينا مش عارف ليه عوق كده لما راح. يابا انا حلاق. حلاق؟ اه. فين انا حلقتك دي؟ دروك في واحد يشتكى منك دروك، انت مش حاب بطل معكسه في بنات الناس. عكستش في بنات الناس. فانو كده الحلقه كده انت الحلقه ده؟ هلا هلا هلا. ده واخد فوق الودن بس، ده الودن ما حلقتهاش ليه زي كده قرعه؟ حلقة مين ده؟ لما المكنه فصلت شعر. المكنه فصلت شعر؟ كان كملها لك بالمقص يا ولد. المقص قال سالم قال دروك. حلقة مين ده؟ ايمان عاشور. مين ايمان عاشور ده؟ ايمان عاشور اللي عم يلعب في نادي الاهلي. ايمان عاشور بيلعب في نادي الاهلي؟ خلاص يا ابوي خلاص يا ابوي.